ابو النور، هذا اليوم يعني هذا فاكهه القنايه. احنا سوقنا اليوم يا شباب البشمارون. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. الصدقات، هذا شهر الصدقات، الاجر فيه مضاعف. السوريين اللي عايشين برا سوريا يعرفون واقع البلد ويعرفون. نشوف لكم شنو الاسعار يا شباب اليوم. هاي فطايم اللحم، ليش عم تتغبي يا ابو فلة؟ جمع 11 مليون دولار، 11 مليون دولار على اساس هذا الحلو يا شباب. اي والله صاحبه قنا بس ابي اياه ما شاء الله. على اساس الامم المتحده قبل ما يجمع ابو فلة كانوا يشحذون على المبتدئين، يعرفون الفرق بين العبس والدرع. تحياتي لكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناه، الاشتراك مجاني ما يكلفك شيء. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا شباب الله يعطيكم العافيه، يجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناه سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب اينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم السبت يا شباب 2/4/2022، نحن الان بسوق الغنم بشمارون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناه يا شباب وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. تابعونا حتى نوصل 50,000 مشترك، وان شاء الله كل عام وانتم بالف خير بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم. اسال الله سبحانه وتعالى يعيننا واياكم على الصيام والقيام وحسن الطاعه. بارك الله فيكم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قبل ما نبدا الفيديو يا شباب، امبارح في اخونا ابو عبد الله حاتم الجاسم السراوي عارض ارض للبيع 25 دونم مزروعه زيتون بها 180 سجرة زيتون، مساحتها 25 دونم مسيجة مفصولة فصل يا شباب ب 25,000 دولار. يعني تحت المبلغ هذا ما يبيع الرجال ولا ليرة تحت المبلغ على كلامه هو الرجال. فمعروضة الأرض حوالي سلقين يا شباب، أرض مسيجة مزروعة زيتون بها 180 سجرة مساحتها 25 دونم مفصولة ب 25,000 دولار. اللي له بها مصلحة يتواصل معنا نوصله مع أخونا ابو عبد الله. الله يسعدكم ويبارك فيكم. تابعونا عشان نقول لكم كامل تفاصيل السوق. لحد الان يا شباب سوق اللحم كويس، اليوم سوق اللحم كويس. هذا تيس لحم ايش قد صار؟ 30 ليره الكيلو. ايش قد وزن؟ 83 كيلو. ما شاء الله تبارك الله. عامر السوق ان شاء الله. عامر، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يرزق الجميع، الله يرزق الجميع، الله يرزق الجميع، الله يجبر خسارة الناس. ما شاء الله تبارك الله. شادي تاخذ لها. اللهم صل على محمد. هذا سوقنا اليوم يا شباب بشمارون. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. اللهم صل على محمد. نشوف لكم شنو الاسعار يا شباب اليوم. هاي فطايم اللحم وخرفان اللحم، الاسعار على قبان حج ابراهيم الحسن. اللهم صل على محمد. شلون ابو فارس؟ الله يسعدك. شلون السوق اليوم؟ ايش قد الاسعار؟ والله اليوم ابرد من بارد. ايش قد الاسعار اليوم؟ اليوم تفضل من 47 ل 50. لسه ما تنقى فوق ال 50 شيء. ايوه. الفطيمه ايش قد صارت اليوم؟ الفطيمه 36. والكبش؟ 42 43. اي نعم. الله يجزيك الف خير اخوي ابو فارس، على راسي والله. الله يسعدك. بس كويس كويس السوق كويس ان شاء الله. الله يبعث الخير، الله يجزيكم الخير يا شباب. اللهم صل على محمد. هذا اخونا حمود مشغول، الله يرزق الجميع يا شباب. الان نروح لكم على سوق البقر كمان، نصور لكم السوق كامله. لا تؤاخذونا ما صورنا يوم الخميس، حقكم علينا يعني. الان ان شاء الله بس نطلع من سوق الغنم، نطلع باتجاه سوق البقر ان شاء الله. تبشرون والله. اذا خرفان ورديات يا شباب عند اخونا الدلال ابو محمد ثابت. شلون ابو محمد؟ الله يسعدك، الله يبارك فيك. شلون البضاعه ايش قد قامت تنسام؟ مبينه. اللهم صل على محمد. ايش قد السوم؟ ايش قد الطلب الدفع؟ السوم 13.5. 1350. 1000 عم يندفع بهن 1000. اي نعم. لا كويسات. اذا تريد تنقي كم وحده بالفوق الالف الحكي هذا جباره. الف. اي نعم. كويسات. اللهم صل على محمد. كويس السوق اليوم كويس. تركي يا ابو محمود. هذا حي الله ابو محمود، الله يحفظك. كويس السوق، مقبول اليوم. السوق كويس الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله، الله يجبر خسائر الناس ان شاء الله. الله يجزيك الخير ابو محمد، الله يسعدك. وهذا ربج الدلال مخلص يا شباب، مخلص العلي ابو علي. الله يجعلك مخلص ان شاء الله. بس خلي مخلص يبين. بس خلي مخلص يبين، مخلص يبين.
شو مغلط؟ الله يحفظك. ليش عم تتغبى يعني؟ شقد شوية شباب وسعونا. تسعة. شقد قام يندفع بيهن؟ 600. الدفع 600. وانت شقد فاصلهن؟ 800. 800 ليرة تركي. واخر شيء؟ اخر شيء لسه ما صار. يلا يجي اخر شيء لحاله. لسه ما صار انا. حي الله الشباب. تسع خرفان. ورديات. هاي بضاعته اليوم هذا السوق. بعيدة 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 والله بعيد والله والله بعيد يا ابو 6 ونص تشتغل الله يعطيك بعيد والله ايوه تنقي من الخمسه يعني 6 ونص ما بتعطي الثمانيه بس الله يبارك الله خالد الزوري هاي لابو النور ولا لك لا ابو محمد بس صار الساعه 3 حلوات ذانا ما شاء الله يا ابو النور على طول اشرف ابو النور هذا يعني هذا فاكهه القناه يعني فاكهه القناه يا ابو دول ما نستغني عنهم اي هذول ما نستغني عنهم الشباب والله يا ابو اي والله دول هذول زهره القناه يعني انت والاخ خالد الزوري اللي قال لي هو اسمه الزوري يعني واحنا من دير الزور يعني في قربه خلاص يقول له ايش يقرب لك الشيخ فلان قال عبايته قاست عباية جدي ما ادري بسوق وهذا يا شباب سوق البقر الان نشوف لكم ايش قد سعر اللحم والعجول صغار والبقرات اذا في بقر حليب يعني وان شاء الله نعطيكم كامل التفاصيل هاي البضاعه استطلاعيه نظيفه ما شاء الله كويسه والله عجولات كويسه صلى الله على محمد يعني شوف السوق اغلب البازارات عليها هنا لاب حمزي ليه بالشباب شو اسمك رياشي ايش اسمه رياشي والله هذا اسم هذا اسم اخوه هذا ايه منين انت بير الطيب والله من عمي بالله ابن ابو احمد ابن اخوه ابو عدي ايوه ابن اخوه كريم رياشي ايش الاسم هذا اسم عرب هذا الله يسعدك منين جايبين اسم رياشي هذا هذا من دور ابو زيد الهلالي ايوه اسم عرب يعني اي والله اللهم صل على محمد شلون حركة السوق اليوم ابو عدي؟ والله اكثر شيء اللحم ماشي بس كان البضاعة قليلة؟ قليلة اي نعم صايمين اي اي والله اي والله اللحم ايش قد قام ينباع الاسعار؟ اي نعم اي نعم 7 شهور اللهم صل على محمد ايش قد سومته هاي؟ سومها 800 دولار والدفع؟ دفع لسه ما اندفع بها شيء؟ لسه ما اندفع بها شيء اشتريتها ب 700 اي نعم اشتريها احمد اخوي بسبعه حسن ما يعني الاسعار اليوم البضاعه قليله بالسوق الناس صايمه زاد الناس صايمه هذا الحلو يا شباب الله يسلمك اي والله صاحبه قنا بس ابي اياه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ايش قد سنها ابو حمود؟ بكيري 10 3 اشهر 10 3 اشهر اللهم صل على محمد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد بضاعة حلوة هلا بضاعة حلوة ونظيفة مرتبة ما شاء الله ايش قد السوم ابو حمود؟ والله ما بدنا نسوق 7.5 750 دولار 750 دولار اندفع لك شيء اليوم؟ والله ما اندفع لسه ما اندفع بيش بضاعة حلوة والله تستاهل اي نعم ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على محمد مبين البضاعة الطيبة مبينة ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد عالية اللهم صل على محمد إيه لا 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 مي دورة عالية ما شاء الله خشنة اللهم صل على إيه نعم ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد بضاعة حلوة والله مهرة ما شاء الله تبارك الله فصل 7.5 في مكارمة ماشي من طرف اخ الله يسعدك الله يسعدك يا محمد طالع حق المعروكات ما منها شيء المعروكات معروكاتك علينا يا اخي الله يسعدك يا محمد ما شاء الله بضاعة حلوة يعني واسعار رخيصة يا شباب اي والله احنا بس كل يوم بس بدك اي نعم حلوة والله هاي ما لازم تظل من التاجر للتاجر تخرب لازم ياخذها مربي نعم اي نعم ما شاء الله تبارك الله السوق بضاعته قليلة اليوم يا شباب اسعار اللحم ثابتة من الأسبوع الماضي
دولارين وعشرة، دولارين وخمستاعش للبكيرات لحم البكيرة، دولارين وستين سبعين لحم العجل المسمن اللحم الطيب يعني. هنا والبضاعة قليلة، هذا سوق البقرة اليوم في بشمارون ما في بضاعة كثير عشان الواحد يأخذ كل الأسعار يا شباب. يعني سوق الغنم أحسن من سوق البقرة اليوم، سوق الغنم فيه إقبال وحركة أكثر من سوق البقر. الله يرزق الجميع. يعني ما كل البضاعة الموجودة، يعني ما في غير اللحم، ما في غير اللحم هنا سواء بكيرات أو بقر، ما في غير اللحم. ما شفنا بقر حليب، لفينا السوق كله بقر حليب مثلا 25 كيلو وكذا ما في، يعني اللي فيها 10 كيلو تنباع لحم ما تنباع حليب. ورجعنا لسوق الغنم يا شباب، هذا سوق الغنم وسوق البقر. يعني اليوم بالنسبة لسوق الغنم يا شباب ما في غير البضاعة البلدية، ما في غير البضاعة البلدية يا أصدقائي. الحركة أكثرها على اللحم، يعني الخروف الوردي ما يوقف، اللحم المسمن ما يوقف، الخرفان كذا، المعبر ما يوقف، يعني باقي البضاعة هذين بالحلو. بالنسبة للتفنة التركي اليوم يا شباب الأسعار، يعني الصوم سبعة، أول ما تسأل عن السعر يقول لك سبعة، والبيع سبعة لربع، سبعة لعشرين قرش، سبعة لخمسة وعشرين قرش، سبع ليرات لربع، يعني البيع قام يصير. وهذا سوق التبن اليوم، وإحنا والله يا شباب يعني قليل ما نصور سوق التبن لأنه بغلاء التبن يعني ما عاد نقدر نصور. كل ما نقول للناس أسعار التبن الناس تصير تدعي، فيا أخي والله إحنا نخاف من الدعاء. إي والله نعم، اللهم صل على محمد. عموما اليوم يا شباب التبن التركي اللي نزل امبارح واول امبارح قام ينباع اليوم سوق بشمارون بسبعة الا ربع البيع، اول ما تسأله يقول لك سبعة، يعني البيع صار سبعة الا ربع. اللهم صل على محمد. سامر ابو الخير، حي الله اخوي سامر، الله يسعدك. هاي نعجة تركية، الما يعرف اخوي ابو عمر ينغر بها، انه تركيا إيه لا تركيا، بي ناس تنغر مثل هسه ابناء المناطق هنا يعرفون الغنم التركيه، بس بي مناطق بالمنطقه الشرقيه بي ناس ما يعرفون الغنم التركيه، فكرونها سلاله هنا. ايش قد طالبين بها هاي؟ 3500 في بازار، في بازار ولسه ما اندفع شيء. حياكم الله يا شباب، اللهم صل على محمد. ها على اخونا ابو احمد. ايه ايش قد صارت؟ صارت 970. 970 ايوه الحال الحالها مو؟ الحالها وين مرت بس الفرق عليها. وين طليها وين طليها؟ حالها الجبه يعني الجبه الصوب في الاتصال. اي نعم ثنيه لاحق على الخشانه. الله ينصرك. 900 ليره عند الله هالغاويه. ايه اللي يدور بضاعه رخيصه وزينه هاي. اي نعم فرصة ورخصة على قولت له. الله بلا تراويش. 900 ليرة صارت 970. الله مصلحة اللي له بها مصلحة. شباب يتواصل معنا، رقم اخونا موجود. اي نعم عند الدلال نزير ابو الخير. ايش قد بدك عليها؟ اخذها هو خذيتها. ما بدك ما تبيعها يعني؟ ما بدك تبيعها يعني؟ ايش قد بدك عليها؟ هيا ب 11 يعني 200 ليرة ان شاء الله على الحلال. وفي بقى 11 اي عفوا لا لا كويسه ما شاء الله تبارك الله ضرتها زين. اي نعم اي نعم هاي العبسه. اي نعم هاي بلديه، هاي عبسه مو درعه. انت جديد على المصلحه؟ جديد على المصلحه. هاي عبسه مو درعه. عبسه ما بتجي عربيه يا ابو حمزه. اريد المبتدئين يعرفون الفرق بين العبسه والدرعه. احنا بلادنا اسمها درعه ابو حمزه. هاي عبسه، شنو الفرق بين العبسه والدرعه؟ لا مو نفس الشيء. الدرعة صدر اسود، العبسه بس وجهها بس راسها. الدرعة درعتها كلها سوداء. اي نعم احنا عندنا بس وجهها اسود ما درعة. لا عبسه هاي مو درعة. العبسه تجي وجهها هون ابيض. لا هاي احنا نقولها فشقه. هاي احنا نقولها فشقه بي خط مفشوق راسه يعني مو قرحه. اي نعم مو قرحه. ايوه تجي سوداء بيها خط نقولها فشقه هاي. اي نعم هاي مصطلحاتنا راحت انقرضت هنا نسيناها. ايش قد صارت ايش قد مصريات؟ وراها فطيمه. فطيمه يا ابو حمزه. اي نعم دفعنا فيها 16 1600. ايش قد سنها؟ سنها امتلت. اي نعم 3 قطوط 1600 ليره. ايش قد فاصلينها ليش؟
فاصلينها ب 2000 لا اقل ان شاء الله نمون عليه اقل نبيعها اي نعم ان شاء الله اللهم صل على محمد اللهم صل خشنا ابو حمزه لا خشنا مبينه يا اخي عشان انت زين اللهم صل على محمد بلديه يا شباب اي نعم اللهم صل على محمد يا حي الله الشباب الله يجزيكم الخير كويس السوق كويس اليوم السوق ان شاء الله الله يبعث الخير الله يجزيكم الخير يا شباب امين اللهم امين الله يبعث الخير يا شباب والله يرزق العباد وان شاء الله يجبر خسائر الناس احنا اليوم شهر رمضان والدعاء مستجاب شهر الخير والبركه شهر الصدقات يعني وهي فرصه اي انسان متصدق اليوم احنا هنا بمنطقه يعني فيها نازحين وفيها مخيمات فيها فقراء ومحتاجين وهذا شهر الخير شهر الصدقات يعني والله نحض الناس ونشجع الناس خاصة السوريين المغتربين نشجعهم على الصدقات الصدقات هذا شهر الصدقات الأجر فيه مضاعف شفتوا يعني الحملات اللي صارت بالشتاء أبو فلة وهذا فريق ملهم التطوعي وما أعرف إيش اجمعوا أموال طائلة وآخر شيء ما وصل للفقراء منها شيء يا ابو فله جمع 11 مليون دولار 11 مليون دولار على اساس اجمل شتاء بالعالم اكذب شتاء بالعالم مر على هالناس شتاء برد وثلج والناس انهدت على رؤوس الخيام ما شفنا من اموال هالناس اللي انجمعت ما شفنا منها شيء كله بروبوغندا واعلام وكذب حقيقه يعني انا والله ما احب اتكلم بالطريقه هاي لكن واقع يعني مؤسف فسبحان الله اليوم يعني الصدقات الفردية أنا برأيي أنه أفضل بمليون مرة من الصدقات الجماعية هاي اللي تنجمع ملايين الدولارات وما تصل للفقراء آخر شيء قالوا والله شلون رواتب للأمم المتحدة على أساس الأمم المتحدة قبل ما يجمع أبو فلة كانوا يشحذون على أبواب الجوامع ما كان في رواتب الله المستعان فإحنا نشجع يا شباب على الصدقات الفردية أنا من الناس اللي نشجع دائما على الصدقة الفردية التطوعية الفردية يعني اليوم هذا شهر الخير شهر البركة شهر الصدقات الناس لازم يعني يصير فيه خاصة الشباب المغتربين السوريين اللي عايشين برا سوريا يعرفون واقع البلد ويعرفون أوضاع المخيمات وحاجة الناس وفقر الناس الله يكون بعون الناس والله الأمور صعبة يعني وإحنا إن شاء الله صلة وصل بين المتصدق والمستحق اللي يحب يوصل صدقة المخيم النازح الفقير تصل بإذن الله تصل لمحلها بإذن الله الله يجزيكم الخير يا شباب ويبارك بكم غنم للجب 800 ليره صارت اي نعم وذنا ذنا لسه ما بعد والله بس عملتوني باي 7.5 اي نعم قيمه لحم يعني قيمه لحم قيمه لحم يعني اي نعم كويس انه الغنم البلديه قامت تنباع الحمد لله يعني ما كان حد يدحج عليها الحمد لله هاي من بركه رمضان ان شاء الله اي والله الله يجزيك الخير ابو حسان الله يسعدك بلشت تخف بضاعه السوق يا شباب بلشت الناس تطلع يعني اليوم فتنا من اول السوق لاخره بلشنا من اول السوق وهي انا الناس راح تطلع من السوق واحنا لساتنا موجودين معكم لا تنسوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا موسم العباده وكثير من الناس اللي يشتغلون بالغنم وكذا يجوز ما يلاقي وقت للصلاه للنوافل لقراءه القران بشكل مستمر خلي لسانك رطب بذكر الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله دائما اذكر الله واكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والحمد والتسبيح هذه كلها يعني تساعد على الرزق يعني تساعد على البركه اي نعم الله يجزيكم الخير يا شباب تحياتي لكم لا تنسوا الاشتراك بالقناه الاشتراك مجاني ما يكلفك شيء تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته